الجامع ديال القرويين. بغيت نكمل معكم فيديو حتى الاخر ان شاء الله. تبارك الله شي شحال كبير غنكمل معكم فيديو ان شاء الله. هذاك الناس كلشي تيقول لي الله يشافيك، فعلا شكرا لكم على هذيك الدعوات وشكرا لكم، نخليكم على زاكوش. هذه القرويين السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ نشارك معكم اول مره القراوي، شحال زوينه هنايا. شاء الله يشفي عنيت ما شاء الله. هذه زعما القراوي شوا هذه الدخله ديال الرصيف ان شاء الله، باش هي الدخله ديالها ان شاء الله. نكمل معكم بلوك، هذا هو الدخله ديال الرصيف الشرسه في كلها. يلا خليكم ما تفوتوش. هذه هي البلاصه ديال المدينه القديمه ديال فاس، لازم نشارك معكم اليوم ما شاء الله. اش هذا جا ديال المدينه القديمه ديال الصباغه، وهذا ان شاء الله نكون معكم فيديو حتى الاخر، خليكم معاه. بغيت نشوف واحد البلاصه ان شاء الله. السلام عليكم، الدنيا خاويه باش نقول لكم. يلا خليكم تنكون معكم ان شاء الله البلوك، تنكون معكم ان شاء الله بعد كل السلام عليكم. كي دايرين؟ واخا مريض اليوم، قلت نجي لهنايا ندير حيت مشيت النهار اللي درت الحصة هاد اليومين، تعرفوني ملي درت الحصة تنكون مهلوك، ما طلعت لا فيديوهات لا لايفات لا والو. حطيت لكم فيديو ديال لوبيتال بالتعليق السلبية، ونات لي واحد ليزانفيكسيون، واحد ليزانفيكسيون نات لي هنايا فهاد القنت في الجهة ديال الحاجب ديال العينية، وهداك الشيء علاش. واش نقول لكم؟ يلا خليكم ما تزافوش معايا، تنكون معكم ان شاء الله الفيديو ان شاء الله. انا كاين في المدينه القديمه ديال الرصيف ان شاء الله نكون معكم.